السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجا من يو. واليوم رجعنا لعبة أمونج أز. دوخري يا الذبانة دوخري. خلينا نبدي، 3 2 1 جو. يا ليت أن أكون أنا القاتل الصراحة، مشتاق. أنا المحقق، راح أبدي من جديد محقق. طبعا الصراحة مثل ما تعرفون يعني الصراحة أنا محقق من زمان جدا، خاصة في هذه اللعبة. لزق تا 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 تا. لا يا كلب، يا حبيبي خلصت اللعبة. أول شيء المجرم فاشل، ثاني شيء أصلا الإنترنت عنده زفت وفصل عنده الانترنت. صراحة الجولة الأولى فاشلة. ثانيا هذا اللي كتب إنه أنا القاتل، أتمنى يجي على القناة ويتكلم هنا لأجل إنه أعلمه كيف يعني أنا القاتل. يا أخي أنا كنت أمشي خلفك، كيف أنا صرت القاتل؟ يا لحظة، هذا وين راح؟ شوف هذا البنفسجي واقف خارج الغرفة. لا. لا، شوف صار تهكير باللعبة. شوف لأجل أنه نخلص من المهكرين والمهكرات، قررنا أنه نسوي غرفة جديدة باسمنا، شو رأيكم؟ خلونا نجرب ونقول يلا بينا ونبدأ الجولة الثانية والمغامرات الثانية مع هذه المجموعة ومع هذه الشلة. هل أنا القاتل يا ترى؟ طبعا عمري كله محقق، أنا محقق، مستحيل أكون قاتل، لكن لو اتيحت لي الفرصة لكنت قاتلا. هنا أنا موجود أبيض، هنا أنا موجود بنفسجي، جاء من هنا هنا أنا برتقالي، اثنين قاعد يمشون سوا، من هنا أنا واحد فات، من هنا أشنو وحدي، وحدي بقيت بالغرفة. هذا هنا أنا البرتقالي والبنفسجي. شوف الله أكبر، هنا واحد يقول هذا الداس، ما ادري منه الصراحة داس، لكن الصراحة انا راح اسوي سكيب لانه الصراحة انا ما اعرف من القاتل. يا اخي الجميع اجمعوا على انه هذا القاتل. لا، مستحيل الصراحة، مستحيل، يعني اغلبهم اجمعوا انه هذا القاتل، بالنهاية يعني طلع مو قاتل، يعني شنو هاي الجريمة؟ رغم انه دائما يقولون يعني رأي الاغلبية هو المنتصر، لكن الصراحة مو دائما رأي الاغلبية هو الحق، وهذه اللعبة تثبت لك هذا الشيء. لان الاحمر الابيض يتحرك، طبعا لازم انتبه على هذه المنطقة لان الصراحة المنطقة اللي راح تستهدفني دائما. الله اكبر، خرعوني. يا اخي شنو صار؟ ما احد قتل؟ يقولون حسن، واحد يقول رد، والله حسن، ويقولون رد، والله اثنينهم يعني اثنينهم متاكدين انه هذا هو. صراحه بما انه يعني عندنا اثنين متاكدين فثلاث، هذا الاخ يعني اتوقع انه ثلاثه اخضر هم تقول رد، حتى ما يعرفون يكتبون. فيا سلام اجمعنا كلنا عليهم، الجماعة كلها أجمعت إنه الأحمر هو القاتل. ياس! يا ترى أنا القاتل؟ الله أكبر، ثالث مرة وأني لست القاتل. طبعا هذه أتوقع آخر جولة لنا، خلينا نجرب حظنا ونشوف. يا ليت نقدر إنه إحنا اللي نمسك القاتل. يا جماعة القاتل ما قاعد نقدر نمسكه بالكاميرات، الصراحة واضح إنه الجميع بدأوا يعرفون يلعبون، وبعد ما حد تفوت عليه يعني. بعد ما حد تعبر عليه شغلة الكاميرات، فالأغلب بدأوا يسوون العمليات بعيد عن الكاميرات. الله أكبر يا جماعة، ليش تضغط؟ واحد طلع الصراحة، هذا أتوقع هو طلع من اللعبة يعني ما حد قتله. يا أخي الناس يقولون رورو، ما أدري صراحة وين رورو، أتوقع رورو هو صاحب الغرفة. فالصراحة منطقيا يعني بما أنه هو رورو صاحب الغرفة، فهو جمعنا لأجل أنه يقتلنا، جمعنا بداخل الغرفة، هو سوى الغرفة يعني خصصها وجهزها ورتبها لأجل أنه إحنا ندخل ويجي يقتلنا بطريقته. عقل يا أخي عقل. لكن مع ذلك أنا ما صوتت الصراحة لأحد.
ما كان هو القاتل يا أخي. تتوقعون أن رورو هو القاتل؟ يا أخي ناس كثير تتقدم تروح ترجع مدري شنو، لكن وين القاتل؟ يا ترى الله أكبر، انقطع الخط، انقطع الواي فاي. رجعت للكاميرات. طيب شنو استفادت من الحركة هذه؟ خلونا هنا ننتظر شوي نشوف. هذا طلع انهزم الأبيض، وهذا بنفسجي. أتوقع مو بنفسجي، هو وردي. الأخضر، الأخضر. يا سلام، يا اخي الاخضر، يا اخي الاخضر، يا اخي انا اكره ما علي الناس تتحامق، يعني مو تكون حمقى لكن تتحامق. يعني يا اخي انا دقيت الانذار وقلت لك الاخضر، انا شفت الاخضر يا اخي، ليش ما تجاوب علي؟ من وين كنت؟ من وين؟ يا اخي حتى ما انتبهت على التصويت، لازم اقتله. يا اخي ناس صراحة اغبياء، انا ما ادري منو راح يصير ضدي ومنو راح يصير وياي. شوف ناس تريدهم مصلحتهم، ناس تريد مصلحتهم، لكن هم ما يستاهلون هذا الشيء صراحة، وناس اغبياء. اقول له انا شفت الاخضر، انا شفته هو القتل، هو قتل، لكن ناس يعني صراحة الغباء عندهم مرتفع بنسبة كبيرة، فما أقول إلا عسى أنك قاتلهم كلهم وما مخلي بيهم ولا واحد. خلينا نشوف بالله عسى حاليا التصويت ده نشوف. شوف شوف ورا ما قتلوني هسه يقولون جرين. يلا يا ابني يلا يلا صوت يا أخي، حتى هو على نفسه صوت. هذا اللي كان عندنا اليوم، نتمنى أن الحلقة نالت إعجابكم، لا تنسى أن تضع لايك وتشارك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.